كان مرتضى راجل اتكلم بمنتهى الهدوء يعني وبمنتهى الاحترام عن الجميع، حصل شد وجذب وانت راجل ما شاء الله رجل اعمال كبير ورجل رئيس لجنه شباب في مجلس النواب، ولك احترامك وتقديرك يعني، وبالتاكيد ما نحبش انه الجو في مصر يبقى فيه غيوم زي ما بيقولوا يعني. هل ممكن بكره هتتلاقوا هتسلموا لا على بعض؟ مش هيحصل، مش هيحصل انت اتلاقى مش معاه في طيب حياتي، خلاص خلاص اتلاقى معاه في المحكمة طيب خلاص واتلاقى خلاص معاه في خلاص لجنة الوصية خلاص خلاص بس خلاص كده. طيب خلاص اتلاقى خلينا طيب أمرت خلاص إيه يا خلاص كابتن؟ خلينا أمرت إيه؟ خلاص خلينا نتكلم على أمرت إيه يا المباراة، كابتن؟ نتكلم على المباراة نفسها أفضل عشان ده مهم بالنسبة لنا. اتلاقى مع مين يا كابتن؟ اتلاقى مع استعدادك مين؟ يا استعدادات كابتن ده الحاجات دي طيب لازم نتحط لها نهاية. طيب التجاوزات دي نحط لها طيب خلينا نهاية. نتكلم في المباراة، استعدادات سموحة للقاء، هل الولاد كانوا متأثرين بالأجواء اللي كانت حاصلة اليومين ثلاثة اللي فاتوا يا فندم؟ طبعا اكيد كانوا متاثرين طبعا، مش عايز اتكلم. طيب هل اجتمعت معاهم؟ هل فهمتهم الوضع الآن؟ هل بدأوا الدخول المعسكر المغلق استعدادا للقاء؟ لا مفيش معسكر مغلق، بكره ان شاء الله هجتمع معاهم بالليل ان شاء الله. ما عندناش، ما عملناش معسكر مغلق خالص، بكره بس. يعني بكره معسكر عادي قبل ليلة المباراة كالعادة يعني. طيب كلام بس اكيد حضرتك طبعا، اكيد 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 طبعا في تاثر كبير قوي بحاله التوتر الكبيره قوي اللي كانت موجوده طبعا، مش عايز كلام. نعم طيب يعني شايف انه النهايه نهايه مرضيه لكل الاطراف، ولا انت لسه كرئيس نادي سموحه لسه غير راضي عما لا انا حدث؟ بص يا بيه، عشان البلد وعشان الرياضه وعشان الكوره بس، وعشان طبعا جماهير نادي الزمالك، وعشان كل محبي كره القدم في مصر، واحنا مصلحتنا ان البلد تكون مستقره ومزدهره والرياضه تكون زي الفل. بغض النظر، مش عشان احنا ما لعبناش عشان مصلحه سموحه، نعم احنا فضلنا مصلحه مصر ومصلحه الرياضه ومصلحه كره القدم من واقع احساسنا بمسؤوليتنا تجاه نعم بلدنا، ان احنا نلعب متغاضين عن مصلحه نادي سموحه. طيب ده كلام، ده اللي حصل بالظبط. ده كلام مهم بس وكلام محترم، لكن حضرتك بتؤكد ان اتحاد الكره بالفعل كان قد وافق على اسناد المباراه لطاقم ما تحكيم حضرتك، اعلامي؟ نعم انا بعت لسيادتك يا كابتن يا فندم صوريا، عارف والله، بس ده للساده المشاهدين يا فندم انا بعت لحضرتك يا نعم كابتن، انا بعت لسيادتك ده صوره انا الشيك بص يا سياده بص يا كابتن، يا باشمهندس، انا لا املك انه اتصالات خاصه بيني وبينك اعلن عنها، ما اقدرش، ماشي يا كابتن. لكن طب اللي انا انا اقدر هقول اعلن عنه لسيادتك دلوقتي على اني حاجه. اسال حضرتك وحضرتك تقول. اتفضل يا فندم بص حضرتك، اتفضل. احنا دلوقتي طلبنا حكام اجانب، نعم اتحاد كره القدم وافق على الحكام الاجانب، نعم طلب شيك تمام بالمبنى، نعم بعتنا الشيك، استلموا الشيك، كتبوا عليه ان ده من تحت حساب الحكام الاجانب. نعم بل اكتر من كده، ان اتحاد كره القدم فيما بعد عرفنا ان هو اللي كان هيدفع قيمه الحكام الاجانب مش احنا، بالرغم ان احنا دفعنا نعم الفلوس وعندنا النيه ان احنا ندفع ثمن الحكام الاجانب زي اللائحه. وانا يا بيه ما غلطتش في الحكام المصريين ولا قلت حاجه، انا قلت حتى الاخطاء اللي حصلت في الحكم مباراه قبل النهائي نعم اكيد اخطاء غير مقصوده، ان هو ما يقنيش كده، لكن انا نعم كل هدفنا ان احنا نبعد عن التوتر، وده يا كابتن بيحصل في مصر. نعم ماتش الاهلي والمصري، لما المصري طلب حكام اجانب ومن حقه، وجي الحكم الاجانب اي نعم، الاجنبي ما كانش اكتر من المصري، احسن من المصري، دي ما حدش فتح بقه. ليه؟ لان دي بتبقى اجواء توتر واجواء مشدوده. بعدين لما تلاعب نادي بشعبيه ضخمه جدا زي الزمالك، نعم اي واحد مصري عارف جماهيره قد ايه، وعارف الدنيا قد ايه، وعارف وعارف وعارف، اكيد اعصابه هتهتز، اكيد مهما ما تقوليش لا، حتى لو ما اهتزتش هيبقى الناس متخيله هذا الكلام. فتفاديا لكل ده، و دايما زي الفل، وده كلام منطقي، ولا هتدينا الحق ده لما حصل الكلام والاعتراضات والحاجات اللي سيادتك كده. احنا طبعا تماسكنا وفضلنا في النهايه، خلاص احنا موافقين، خلاص طيب خلاص احنا موافقين. عايز اسالك في نقطه مهمه، لانه دي بالنسبه لي انا مستغرب لها. حضرتك قلت انه الكابتن ابراهيم نور الدين اتصل بحضرتك وقال لك انا زي ابنك واتمنى ان حصل يا كابتن، حصل هو يا كابتن، الكابتن انا ما ابراهيم نور بكذبش، الدين بيقول العكس، بيقول لحضرتك اللي كلمته تليفونين يا فندم. وحياه المصحف يا كابتن، ان هو اللي كلمني وكان واقف جنبي حكم من الدرجه الاولى، وبعديها بدقيقتين كلمت الكابتن رضا البلتاكي، ولو جبت الفاتوره بتاعت النمره بتاعته من شركه اتصالات هتلاقيه ان هو متصل، ولو انا جبت لك الفاتوره بتاعتي باليوم الاربع ده مش هتلاقيني متصل بالنمره دي خالص. نعم دي سهله، وانا اكذب ليه ولا اقول ليه؟ نعم وبعدين ما هو مش اول مره يكلمني يعني، ما هو جالي برضه البرلمان عشان اتوسط عند وزير البترول، مش مشكله. بس هو حصل الكلام ده، وانا بقول لك كلام ما، وانا مصلحتي ايه يا بيه؟ بص، لا انا معروف عني لا قدر الله اني اقول كلام مش مظبوط، نعم ولا معروف عني
انضباط، ولا ما ان انا اتبلى على حد، ولا ما ان انا اتطاول على حد، نعم، ولا اغلط في حد. نعم، اللي بحكي نعم، لك عليه يا كابتن هو ده اللي حصل. نعم. بس لكن الان منذ